وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا آية، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. محمد، عايزين نعرف كواليس التدريبات النهاردة وطمنا كمان عن حالة المصابين. طيب هبدا معاكي من البدايه. يمكن الفريق النادي الاهلي استأنف تدريباته ووصل استعداداته لمباراه الداخليه في كاس مصر اللي ان شاء الله مقرر اقامتها باذن الله مساء بعد غد الجمعه على استاد السلام. التمرين بدا متاخر، يعني كان من المقرر يبدا حدود الساعه 4:30 لكن بدا حوالي الساعه 5:50. كانت في محاضره فنيه بالفيديو استمرت حوالي مده 45 دقيقه. كان الكابتن حسام البدري يعني قدر الامكان بيحاول يلقي الضوء على فريق الداخليه ومواجهه فريق الداخليه بالنسبه للاعبين من خلال شرح فني للمباراه اللي هيخوضها باذن الله يوم الجمعه في كاس مصر. وبالتالي محاضره كانت مهمه جدا، ومع قرب او مع العد التنازلي للمباريات الهامه بالنسبه لفريق النادي الاهلي بيكون في محاضرات فيديو ومتابعه للفرق التي يواجهها فريق النادي الاهلي. بعد المحاضره الفريق نزل لارضيه الملعب. النهارده الجهاز الفني كان موجود بالكامل، يمكن كابتن سعد تحفيظ بالامس ما كانش موجود، النهارده كان متواجد مع الفريق وكابتن حسام البدري كان بيقود التدريبات النهارده. بدا بمحاضره سريعه في منتصف الملعب ثم استمر المران البدني مدته حوالي 35 دقيقه. ده كان مران بدني مكثف استمر مدته 35 دقيقه لزياده معدلات اللياقه البدنيه لعدد من اللاعبين، في ظل ان كان في البعض حصل على راحه في الفتره الاخيره نتيجه ان طبعا الاهلي كان حسم بطوله الدوري، وما بين الاستعداد لعدد اخر من اللاعبين وجاهزيتهم لمباراه الكاس القادمه. بعد الجزء البدني كان في تقسيمه فنيه، التقسيمه كانت قويه جدا لدرجه ان عدد من اللاعبين تعرضوا لبعض الاصابات الخفيفه، يعني يمكن حتى الشناوي اشتكى كده من اصابه خفيفه في العضله الخلفيه. نزل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وضع له لاصق طبي وبعد كده اعاد لاستكمال التدريبات مجددا. حتى صلاح محسن في احدى الكرات المشتركه تعرض للالتواء في القدم لكن الدكتور نزل وقدر ان هو يكمل المران. يمكن وانا بتكلم معاكي خلاص يمكن الفريق خلاص بينهي التدريب في هذه اللحظات، وده التدريب الاساسي والرئيسي باذن الله لمباراه الداخليه، لان خلاص بكره تكون ليله المباراه. بالنسبه لحاله المصابين هي اللي سالتيني عليها، يمكن في ثلاث لعيبه طبعا الجهاز الفني بيحاول قدر الامكان ان هم يلحقوا للمباريات القادمه سعد سمير وعلي معلول ووليد ازارو. النهارده الثلاثه كانوا موجودين في التاهيل حول الملعب بالجري حول الملعب، كان مران تاهيلي مع الدكتور طارق عبد العزيز. عارفين ان سعد وازارو عندهم اجهاد في العضله الخلفيه لكن علي معلول قدمه في الكاحل. غدا هيتحدد موقف ازارو لكن سعد سمير وعلي معلول بنسبه كبيره طبعا بعيدين تماما عن اللحاق في مباراه الكاس، لان هم من ساعه ما انتهت الاجنده الدوليه ومباراه المنتخبات ما كانوش بيشاركوا في اي مران جماعي. ازارو هيتحدد غدا، لو شارك في المران الجماعي الجهاز الفني هو اللي هيحدد موقفه ما بين ان هو يلحق بالمباراه ام لا. عمرو السوليه كان غايب المباراه الاخيره نتيجه الانذار الثالث لكن جاهز للمباراه القادمه بخلاف وليد سليمان وحسام عاشور وعدد من اللاعبين ان شاء الله هيكونوا جاهزين بالنسبه للمباراه القادمه امام الداخليه في كاس مصر. يعني بنتمنى كل التوفيق للفريق في المباراه القادمه وكمان الشفاء العاجل للمصابين. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا.